بالنسبه للاذان اذا كان بدون ميكروفون، تفضل. اذا كان بدون ميكروفون يوجب على سامعه حضور صلاه الجماعه، فكيف اذا كان بالميكروفون؟ لا، يجب التفريق بين الامرين، لانه مكبر الصوت قد يوصل الصوت لمن كان في الصحراء. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في حديث معروف: من سمع النداء ولم يجب ولا عذر له فلا ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فمن سمع، يعني الرسول عليه السلام، السماع الطبيعي الذي يستطيع الإنسان ثم يستطيع يتجاوب معه. أما الأذان بواسطة مكبر الصوت فهو يسمع كليات بعيدة وبعيدة جدا. لهذا إذا كان المكلف بالصلاة مع الجماعة في مكان هو يسمع الأذان لو كان أذانا طبيعيا، فهو الذي يجب عليه الحضور سواء سمع الأذان الطبيعي أو الصناعي إذا صح التعبير. وإلا فإذا وسعنا الدائرة كلفنا الناس ما لا يطيقون. هذا هو جواب سؤالك. تحديد يا شيخ، كيف نعرف المقدار مثلا بالمتر أو بالمتر؟ تقريبا وليس تحديدا، لأنه المسألة لا يمكن أن يوضع لها حدود مادية لا يمكن تجاوزها. وأنا أضرب لك مثلا، يختلف بطبيعة الحال من كان في بلدة لا تزال أبنيتها متواضعة كما كانت في العهود الأولى، فمجرد أن يصعد المؤذن على ظهر المسجد ويؤذن فصوته يبلغ من حوله من الدور. لكن إذا نظرنا اليوم إلى هذه البيوت الشائقة المرتفعة، قد لا يبلغ صوت المؤذن الطبيعي. فلا يستوي هذه الصورة مع الصورة الأولى. كذلك مثلا نضرب صورة ثانية، المسجد على رأس الجبل وهناك بيوت، وفي سبح الجبل أيضا بيوت، والطريق إلى المسجد ليس طريقا هكذا مستقيما كالشوارع الموجودة اليوم، وإنما كما ترون الطرق في الجبال التي يطرقها الحيوانات مثلا كالمعز والغنم ونحو ذلك، كيف أنها متعرجة. فمن سمع الأذان من كان في سف الجبل لريث ما يصل إلى راج الجبل، هو سمع الصوت لأن الصوت يمشي كالسهم مستقيما، أما الذي يريد أن يصل إلى منبع الصوت فيجب أن يتعرج هكذا وهكذا حتى يصل إلى هنا. هذا مثال ثالث يظهر للسامعين تماما أنه لا يمكن أن نضع في هذه القضية حدود مادية لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها. إذن هنا يعود الأمر إلى ما يسمى اليوم بضمير الإنسان، والذي عبر عنه الرسول عليه السلام بقوله: استفت نفسك وإن أفتاك المبطون. فحينئذ من كان يسمع أذان المسجد بمكبر الصوت فهو يدري هل يتمكن من إجابة المؤذن إلى المسجد بدون أي مشقة، فحينئذ هذا واجب عليه أن يستجيب، وإلا فلا. خلاصة القول، تحديد مادي لا يمكن أن يوضع لمثل هذه المسألة، والله أعلم.